من طرابزون عروس الشمال التركي، اليوم جايبين لكم شقة ثلاث غرف صالة مؤثثة بالكامل في وسط الطبيعة الخلابة هذه. صالة الشقة اللي هو أهم جزء في الشقة تكون عندنا زي ما انتم شايفين أثاث جاهز ومجهز من وإلى، أثاث راقي وألوان مميزة. طبعاً نبدأ من الأرضية، عندنا أرضية الصالة باركيه، وأيضاً عندنا وحدات التكييف موجودة في الصالة، وأيضاً الديكورات السقفية جاهزة واللدات والسبوتات كلها جاهزة ومجهزة. في اليسار هنا عندي طاولة التلفزيون، وأيضاً عندي شاشة ضخمة موجودة متوفرة فيها، وأيضاً على اليمين هنا عندي مخرج إلى البلكونة، وما ننسى المرجيحة الحلوة هذه. مطبخ الشقة زي ما انتم شايفين ايضا جاهزة ومجهزة، جميع الاغراض اللي نحتاجها في المنزل. يعني الشقة زي ما قلنا لكم تجيبوا شنطكم فيها وتحطوا اغراضكم وتستقروا فيها. عندنا ثلاجة جاهزة، الفرن، البوتاجاز والشفاط والدواليب ايضا موجودة، ايضا ما ننسى الاطلالة الحلوة هذه. يعني يوم تقوم الصبح او تطبخ على الاطلالة الحلوة هذه اتوقع لها طعم ثاني. عندنا مدخل الشقة هنا على يميني، عندي دولاب صغير للأحذية والعبايات أكرمكم الله، نقدر نعلق فيها الأمور هذه. وعلى اليسار الغرفة الأولى، تعالوا معنا نشوف الغرفة. زي ما انتم شايفين غرفة مساحتها ممتازة جدا، عندنا سريرين، وأيضا عندنا دولاب للملابس، وأيضا عندنا الإطلالة الجميلة هذه على الطبيعة. نتوجه الآن لباقي تقسيم الغرف. هذا المدخل عندي على طول، على اليمين عندي دورة المياه الأولى، طبعا مقسمينها لقسمين، يعني في الداخل عندي باب آخر لدورة المياه نقدر نقفلها ونستخدم المغسلة لوحدها. في مقابلها على طول عندي دورة المياه الرئيسية بنظام كلوزيت، وأيضا عندنا دولاب صغير حاطينه هنا نحط أغراضنا الخاصة فيها، وأيضا المروش، وايضا مكان غساله الملابس موجوده وجاهزه، والغساله ايضا موجوده، وايضا عندنا المغسله ودولاب صغير فوقها حاطينها لنا. هذه الغرفه الثانيه زي ما انتم شايفين نفس تفصيل الغرفه الاولى، عندنا سريرين، وايضا خلف هنا عندي كوميدينه صغيره، وايضا دولاب الملابس موجود وجاهز عندنا. وبكذا راح نتوجه الى اخر غرفه عندنا في الشقه اللي هو غرفه النوم الرئيسيه الماستر. عندنا الغرفة هذه زي ما انتم شايفين حاطين لها أثاث بسيط وخفيف ومريح على العين، وأيضا مساحتها ممتازة جدا، عندنا سرير وعندنا تسريحة هنا، وعندنا كومودينتين، وأيضا عندنا دورة مياه خاصة فيها بنظام كلوزيت، وأيضا موجود فيها مروش ومغسلة لليدين ودولاب، وأيضا ما ننسى أنه لها بلكونة صغيرة مطلة على الطبيعة. زي ما انت شايفين كمية الأكسجين اللي موجودة في الشقة ما تنوصف.
طبعا الشقة زي ما شفتوا شرحناها لكم، بزيد أذكركم إياها، الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 165 متر مربع ومؤثثة بالكامل، وأيضا عندنا 3 دورات مياه فيها. طبعا عندنا مكيفين، واحدة في الصالة واحدة في غرفة النوم الرئيسية، وأيضا عندنا بلكونتين مطلة. طبعا المنطقة منطقة أراكلي، الشقة موجودة في منطقة أراكلي على طريق وزنقول عشان نقدر نقربها لكم، بعد منطقة أرسين. الشقة تبعد عن المطار تقريبا 15 إلى 17 دقيقة، وأيضا في منها خدمات قريبة في وسط منطقة أراكلي، عندنا كافيهات، وعندنا أيضا قلعة أراكلي المعروفة، وأيضا جنبها مطاعم سياحية معروفة، وأيضا السوبر ماركتات والأمور هذه اللي نحتاجها كلها موجودة في نفس المنطقة هذه. كذا خلصنا من شرح الشقة، أتمنى أن الفيديو نال على إعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، والمزيد من التفاصيل تلقونها أسفل في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم على خير.